دلوقتي احنا خلصنا فطار خلاص وشربت اكتر حاجه بحبها في حياتي. دلوقتي هنروح بقى على البيت، هاخدكم بقى لفه كده في بيتي ووريكم جزء من حياتي العائليه انا ورمزي. يلا بينا. انا هقول فين، انا هقول فين، انا هقول فين، هقول فين. يلا بينا على البيت. العربيه بجد يلا بينا على البيت. هكلمكم عن شخصيتي اوفلاين واونلاين. شخصيتي اوفلاين يعني بعيد عن السوشيال ميديا، انا عصبي شويه وطبعا في حياتي في مشاكل زي اي حد، وفي حاجات وفي احلام وفي تفكير طول الوقت. هكلمكم بقى عن حياتي اونلاين على السوشيال ميديا. الناس دايما واخده عني فكره ان انا بضحك وبهزر دايما ومفيش في حياتي مشاكل وكده، وطبعا انا ده السبب في ده. انا دايما بحب اظهر لهم الجانب الايجابي، يعني دايما بحب اظهر لهم وانا بضحك ومفرفش وبهزر، لدرجه ان انا لما بتكلم في حاجه مهمه او حاجه بجد على السوشيال ميديا الناس بتستغرب جدا. اللي بيصنع الشخصيه دي الشخصيه الفرفوشه، لا المتابعين هم بيحبوني كده، بيحبوني دايما اهزر، اعمل اسك اهزر معاهم، اضحك معاهم، اشاركهم كل حاجه. لما بغيب يوم او يومين ما نزلش حاجه دايما بيدخلوا يطمنوا عليا ويبعتوا لي انت فين، ما نزلتش ستوريز ليه النهارده، الحاجات دي كلها، ودي حاجه بتبسطني جدا. دور السوشيال ميديا في التأثير الإيجابي على الأشخاص أو إن احنا نوصل بيه مسج معينة، ده طبعاً شيء مفروغ منه بالطبع، لأن السوشيال ميديا دي أنت في ناس بتتابعك وبتقلدك وبواخدك قدوة ليهم بدون ما يعرفوك أو بدون ما يعرفوا شخصيتك الحقيقية، فأنت لازم تظهر لهم الحاجة الكويسة أو دايماً تساعدهم إنهم يعملوا الحاجة الخير قبل اي حاجه تانية. ودايما انا مركز على الموضوع ده جدا، ودايما بحب اساعد الناس، والناس واخده عني فكره الحمد لله بكده اللي بيتابعوني طبعا، وربنا يقدرنا ونبقى كلنا احسن ونطلع كلنا احسن من اي حد في الدنيا. موضوع ان الناس تتخذني او الشباب اللي بيتابعوني مثل اعلى او قدوه، ده موضوع كبير جدا ومسؤوليه اكبر مني، علشان كده دايما بخلي بالي من تصرفاتي ودايما بخلي بالي من الحاجات اللي بقدمها لهم، لان ممكن في اي لحظه حد يقلدني، وانا حابب الناس اللي بتتابعني تقلدني في الخير او اي حد عامه. بس الموضوع مش عبء ولا متعه، الموضوع فيه يعني هو سلاح ذو حدين، يعني هو عبء شويه لان مسؤوليه كبيره عليا واكبر من سني عامه، وهو متعه في ان انا بحاول اساعد الناس وبحاول اخليهم يمشوا في الطريق الكويس الى حد ما يعني.